خلال أي مسيرة التربية والتعليم في سحنين. يعني أنا لما التقيت بشباب وصبايا نادي الأكاديميين يعني كان بالنسبة لي فرحة كبيرة بإنه أشوف في مثل هذا المشروع عم بتطور وعم بتقدم وعم بنجح، لأنه إحنا على جيلنا ما كان في مشروع لنادي الأكاديميين اللي يقدر يساعدنا ويرافقنا مش بس في المرحلة الثانوية إنما في المرحلة الجامعية. يعني أنا انتبهت لأنه الطلاب والطالبات من سخنين بيقدموا المساعدة لطلابنا مش بس في سخنين، بيقدموا المساعدة لكافة الطلاب في المجتمع العربي بالجامعات الإسرائيلية. أنا بدي أشكر كل القائمين على مشروع نادي الأكاديميين في داخل سخنين، بارك الله فيكم. وأنا وعدت إنه مدرسة الحكمة هاي السنة سوف أمنح لطالب منحة دراسية كاملة، وطبعا الاختيار يقع على أساتذة مدرسة الحكمة مدرسة الجماعة الترابية. شكرا. نعم، معنا الأخ والجامعي محمد سليمان. احنا بنحكي عن طبعا هيئة الطلاب الجامعيين من سخنين اللي هن بيقدموا خدمة لطلاب سخنين بشكل عام وطلاب المدارس الثانوية في المرحلة طبعا الصفوف الحادي عشر الثاني عشر حول التوجيه الدراسي وأيضا المهني فيما بعد. تحكي لنا يعني هاي أي سنة أنتم بتشاركوا في هذه الأمور، وإحنا شايفين قديش في محطات اللي بتقدموا خدمات فيها من عدة مواضيع، إن كان علوم وإن كان تكنولوجيا وإن كان أيضا فنون وعدة أمور من المحطات اللي في إمكانية إنكم تفهموا الطلاب وتعطوهم هاي الخدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد سليمان، طبعا أنا من انضم لتنظيم اسمه نادي الطلاب الأكاديميين في سخنين. احنا طبعا مش جسم جديد على الساحة، احنا جسم اللي صلوا خلال أول سنتين موجود. أهداف هذا الجسم هي طبعا في الدرجة الأولى هي رفع الوعي الثقافي بشكل خاص لكافة أطياف المجتمع وبما فيهن طبقة الطلاب يعني بشكل خاص. مشروع التوجيه المهني هو مشروع اللي احنا بنعمله على السنة الثانية على التوالي، طبعا بالتعاون مع مجموعة نعم للتغيير في سخنين. هذا المشروع كان السنة اللي مرقت يقتصر على المشروع في المركز الثقافي في قاعة المركز الثقافي. السنة احنا طورنا المشروع بشكل كبير، بلش المشروع في لقاءات في المدارس اللي كانت بتواصل مع الطلاب يعني عن طريق تمرير استمارة لتفحص ميول الطالب. كمل المشروع في زيارة نظمناها لجامعة تل أبيب على أساس الطلاب يتعرفوا على مبنى الجامعة على الحرم الجامعي نفسه، واليوم هو اليوم الختامي للمشروع اللي فيه الطلاب رح يجوا يسألوا عن المواضيع، يسألوا عن المحطات الموجودة. في عنا هون ما يقارب 100 طالب أكاديمي على 55 موضوع موجودة في كافة الجامعات. احنا حاولنا برضو في هاي السنة نضيف محطات مهن، محطات لجامعات. في عندك هون الجامعة المفتوحة، في عنا كلية النجاح في نابلس، بالإضافة لشركة سيخومتري. حاولنا نعطي كافة الخدمات وكافة المعلومات للطلاب اللي وصلوا معنا. نعم، يعني احنا شايفين أيضا في أجسام اللي هي دعمتكم وتشجعت وجندت أيضا من أجل أن تقدم الخدمة. احنا أكيد لازم نشكر بشكل أساسي الداعم الرئيسي لنا اللي هو بلدية سخنين. طبعا هذا اليوم أقيم برعاية بلدية سخنين وبرعاية مركز ريان للتشغيل. احنا طبعا مش أول مرة بنتعامل مع مركز ريان ومع بلدية سخنين. بحب أستغل هاي المنصة عشان أشكر بشكل شخصي بلدية سخنين، الرئيس بلدية سخنين اللي دعمنا بشكل شخصي الأستاذ نازم غنايم، وبحب أشكر عضو البلدية الأخ محمد عمر زبيدات اللي رافقنا بشكل شخصي على المدارس، فمن هون بحب أوجه له تحية وشكر. شكرا جزيلا.